كم رصيدك أخيتي من عمل بسيط لكن أجره عظيم؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل هذه الأحاديث وكل هذه الآيات لترفع الهمم ولتجعلك 24 ساعة وأنت في رفعة و24 ساعة وأنت في متاجرة مع الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين يعرفون قدر المتاجرة: ومنا من يعرف، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من يعرف. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم فيضربوا أعناقكم. سبحان الله، سيخبرهم الآن بعمل يسوى أكثر من هذا كلها. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. ما الذي يمنعك وأنت في المطبخ تذكرين الله عز وجل، وأنت في سيارتك تذكر الله؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عود نفسك، رطب لسانك. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة يا جماعة، والله العظيم إنها أعظم من كنوز الأرض، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حبيبي الغالي، هل عودت نفسك تبني لك بيتا في الجنة؟ تعبنا دراسة وتعب ودوامات وكد وكدح حتى نبني بيت تجري من تحته المجاري، ويا ليتنا سنجلس فيه إلى الأبد، سنزول قبل أن يزول. فهل عودت نفسك تستشعر وأنت تصلي ركعتين قبل الفجر، ثم تصلي أربع قبل الظهر، وبعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وكل صلاة تصليها وأنت تستشعر أنه يتم البناء الآن، لكن اللبنات من ذهب ومن فضة، ملاطها المسك، بيوت غير بيوتنا، قصور تجري من تحتها الأنهار. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يقول عليه الصلاة والسلام منوها عن تلك الأرصدة، خائفا علي وعليكم وحريص علي وعليكم من أن تضيع الحسنات، لأن كثير من الناس يجمع الحسنات ثم يبثها للناس يغتاب هذا. أتدرون من المفلس؟ شوفوا اللغة اللي يتكلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام. أتدرون من المفلس؟ هم فاهمين مثل ما فهمنا. قال المفلس: يا رسول الله، من لا درهم له ولا دينار، ما عنده متاع ولا دراهم، ما عنده فلوس ولا سيارات. قال: لا، ولكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، فيأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من أعماله عمل لكن لغير. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول أحد الأئمة: لو كنت سابا أحدا أو مغتابا أحدا لاغتبت أمي وأبي حتى أهديهم أعمالي.